بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله اليوم يا شباب هنتكلم عن شابتر 10 أو الفصل العاشر من كتاب Fundamentals of Database Systems. والشابتر دوت بعنوان Functional Dependencies and Normalization for Relational Databases. واسم الشابتر صعب شوية، لكن لو تعرفنا على المحتوى بتاع الشابتر دوت أو الفصل ده هنجد إن هو من أمتع الفصول اللي مرت علينا خلال هذا الكورس. طيب الشابتر دوت بالتحديد بيركز على ايه؟ بيركز على المرحلة بتاعت الداتابيز لوجيكال ديزاين. بمعنى ايه؟ بمعنى دلوقتي انا عاوز احط الديزاين او التصميم المثالي للريليشنز بتاعتي او الجداول بتاعتي قبل ما ابدأ فعليا انفذها على قاعدة البيانات. طيب انا عشان اوصل للديزاين المثالي دوت في بعض الجايد لاينز او الارشادات وبعض التكنيكس اللي بتتبع وهيتم تطبيقها على الريليشنز بحيث في الاخر اطلع بريليشن ذات تصميم مثالي. تمام؟ فيبقى الشابتر دوت هيعلمني ايه هي الجايد لاينز او الارشادات وايه هي التكنيكس اللي يجب عليا اتباعها عشان في الاخر اوصل اللي انا عندي ريليشنز مثاليه او شبه مثاليه. طيب تعال نشوف الريليشن المثاليه اللي احنا بنتكلم عليها دي المفروض تكون ايه؟ المفروض ما يكونش فيها او تخلو من عيبين اساسيين. اول عيب اللي هو موضوع الريدندنسي. الريدندنسي معناها ايه؟ التكرار. انا عاوز الريليشن بتاعتي ما يكونش فيها تكرار لبيانات بدون داعي. ليه؟ لان التكرار دوت بيعمل ايه؟ ويست الاستورج، الاستورج بتاعتك بتضيع في كلام فاضي، في بيانات كررتها مره واثنين وثلاثه وعشره وميه بدون داعي. فانا المفروض لو انا حاطط ديزاين تمام ما يبقاش عندي موضوع الريدندنسي ده موجود فين؟ في الريليشن بتاعتي. تاني مشكله حته الابديت انوماليز. يعني ايه الابديت انوماليز؟ اولا كلمه انوماليز معناها عيوب، عندي مشكله، عندي عيوب في عملية الابديت بتاعتي. يعني ايه؟ الابديت اولا نقصد بيها ايه؟ نقصد بيها الانسيرشن والديليشن والموديفيكيشن، الاضافة والحذف والموديفيكيشن للبيانات، للحذف للبيانات بتاعتنا الموجودة في الجدول فعلا. فيبقى دلوقتي انا عاوز الداتابيز ريليشن بتاعتي ما يكونش بتعاني من مشاكل او عيوب في عملية الانسيرشن او عيوب في عملية الديليشن او الحذف او عيوب في عملية الموديفيكيشن او التحديث او التعديل في البيانات الموجودة فعليا. تمام؟ خلاص؟ يبقى انا عاوزين نوصل لحقيقة دلوقتي، الريليشن اللي احنا بنصبو اليها او الريليشن اللي احنا نفسنا نوصل لها لازم تكون ما فيهاش ريدندنسي، ما فيهاش تكرار لبيانات بدون داعي. حاجة تانية ما يكونش فيها ابديت انوماليز او عيوب في عملية الانسيرشن او الديليشن او الموديفيكيشن. خلاص؟ طيب خلينا في الاول نتعرف على اشكال الريليشنز اللي احنا مش حابينها او اشكال الريليشنز اللي فيها مشاكل. ليه؟ عشان لما نعرف المشاكل هي ايه نتعلم بعد كده الجايد لاينز او الارشادات اللي تعرفني ازاي اتخلص من هذه المشاكل وفي الاخر اوصل للديزاين المثالي اللي انا بصبو اليه. تمام؟ طيب فمثلا هفترض ان انا عندي ريليشن زي دي، الريليشن دي اسمها امبلوي ديبارتمنت او بيانات الموظف والقسم. دي فيها بيانات الموظف الاساسيه زي النيم والاس اس ان والبرسليت و و و وكمان معاهم بيانات القسم اللي هي الديبارت نمبر والدي نيم والمانجر اس اس ان اللي هو الرقم او المدير اللي بيدير هذا القسم. وايضا الريليشن الثانيه دي اللي اسمها الامبلوي بروجكت اللي فيها بيانات الموظف وكمان بيانات المشاريع اللي بيعمل فيها زي الاس اس ان اللي هو رقم الموظف، البي نمبر اللي هو رقم المشروع اللي بيعمل فيه الموظف، والاورز اللي هي عدد الساعات اللي بيشتغلها في كل مشروع، والاي نيم اللي هو اسمه، والبي نيم اللي هو اسم المشروع، والبي لوكيشن اللي هو الموقع بتاع المشروع. طيب تعال نبص كده هنلاقي ادي شكل الريليشنز بس بعد ما ملينا فيها بيانات. يبقى هي دي الريليشن السكيما بتاعتنا اهي، الريليشن بتاعتنا اهي، وكمان ادي الشكل بتاعها بعد ما بنينا فيها ايه البيانات. طيب ايه المشاكل اللي انت شايفها هنا؟ اول مشكله واضحه جدا 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 موضوع الريدندنسي التكرار.
في بيانات بتتكرر بدون داعي أكثر من مرة. زي إيه؟ يعني مثلا شوف هنا الراجل اللي اسمه سميث. الراجل ده بيعمل في القسم رقم 5. قسم رقم 5 ده هو اسمه إيه؟ ريسيرش. والمدير بتاعه رقمه هو ده. طيب رقم 5 ده، القسم رقم 5 ده بيعمل فيه الموظف اللي اسمه سميث لوحده؟ لا، ده بيعمل فيه سميث وعشرات اخرين، ممكن يكونوا 100 1000 2000 موظف. إذن انا هكرر المعلومه بتاعه ريسيرش وبتاعه 3 3 4 4 3 5 دي كم مره؟ على قد عدد الموظفين اللي بيعملوا في هذا القسم. يبقى لو هم 1000 موظف يبقى انت هتكرر كلمه ريسيرش والرقم ده 1000 مرة. هم 150 يبقى هتكرر ده 150، 200 يبقى هتكرر دي 200 مرة. يبقى إذا معلومة زي دي ومعلومة زي دي اتكررت 2000 مرة بدون داعي. في حين إنه كان يكفيني إن أنا أذكر فقط رقم القسم. صح ولا لأ؟ طيب هنا مثلا بيانات زي بيانات المشروع، البروجكت نمبر رقم 1 اللي اسمه برودكت اكس واللوكيشن بتاعه في منطقه اسمها بيلير. هفترض ان البروجكت رقم 1 ده بيعمل فيه 5 موظفين، يبقى اذا المعلومتين دول هيتكرروا كم مره؟ هيتكرروا 5 مرات. طب لو يعمل فيه 100 موظف يبقى المعلومتين دول هيتكرروا كم مره؟ 500 مره. اسف، 100 مره يبقى 100 مره، 500 موظف يبقى 500 مره، 1000 موظف بيشتغلوا في هذا البروجكت يبقى هكرر المعلومتين دول 1000 مره. الريدندنسي دي من شأنها ايه؟ هتضيع الاستورج بتاعتي، يبقى في استورج بتضيع بدون داعي، في مساحات تخزينيه بتضيع بدون داعي، صح؟ طيب نفس الكلام هنا، الموظف ده اللي اسمه اللي رقمه 1 2 3 4 ده اسمه سميث. سميث ده هنفترض اللي هو بيعمل في اكثر من مشروع، يبقى المعلومه بتاعت اسمه اللي هي سميث جون دي هتذكر كم مره؟ بعدد المشاريع اللي بيعمل فيها. لو هو بيعمل في 5 مشاريع يبقى اذا اسمه اللي اسمه سميث ده هيذكر في 5 مشاريع. بيعمل في 10 مشاريع يبقى برضه معلومه الاسم دي هتذكر في 10 مشاريع برضه بدون داعي. ليه بدون داعي؟ لان انا ذكرت رقمه فكان كفايه رقمه، ليه اسجل كمان اسمه؟ صح؟ يبقى هنا اول مشكله في الريليشن دي والريليشن دي ان فيهم ريدندنسي بدون داعي، في تكرار لبيانات بدون داعي. ايه المشكله الثانيه؟ اللي هي الانوميليز اللي قلنا عليها. مثلا اول حاجه هنا الابديت انوميلي، في عيب في موضوع التعديل، في هنا طريق في التعديل بيتم بطريقه غريبه، طريقه مش منطقيه خالص. ليه؟ يعني مثلا لو انا حبيت اغير اسم المشروع اللي اسمه بي 1 من بيلينج تو كاستمر اكاونتنج، انا كان عندي مشروع رقم 1 كان اسمه بيلينج، غيرته خليت اسمه كاستمر اكاونتنج. تفتكر التحديث ده هيتم كم مره؟ او هيتم على كم ريكورد؟ برافو عليك، هيتم بعدد الموظفين اللي بيعملوا في هذا البروجكت، صح؟ يعني مثلا البروجكت رقم 1 اللي اسمه برودكت اكس، انت بدل ما هو اسمه برودكت اكس خليته اسمه اكاونتنج. لو البروجكت رقم 1 ده بيعمل فيه موظف واحد فانت خلاص هتغير اسمه مره واحده. لكن لو هو بيعمل فيه 1000 موظف يبقى انت هتغير المعلومه برودكت اكس دي 1000 مره. صح ولا لا؟ والا ما تكونش الداتا سليمه، ما انت مضطر لان انت ذكرت مره ان اسمه برودكت اكس، فما ينفعش تيجي شويه تقول ان هو اسمه برودكت اكس وشويه تاني تقول ان هو اسمه اكاونتنج. ما ينفعش. فانا مضطر عشان الداتا تبقى كونسيستنت او داتا سليمه يبقى انا اكرر اعيد او اعمل تحديث للمعلومه دي بعدد الموظفين اللي بيعملوا في هذا الايه؟ البروجكت. صح؟ نفس الكلام بيتكرر هنا، هنفترض ان الموظف اللي اسمه سميث اللي بيعمل في القسم اللي اسمه اللي رقمه كذا بيعمل في قسم رقم 5، القسم رقم 5 دي اسمه ريسيرش. والمدير بتاعه 3 3 مش عارف 4 4 5 5 ده رقم المدير بتاعه. هنفترض ان انا حبيت اغير المدير بتاع القسم بتاع الريسيرش، بدل ما هو كان كذا لا انا خليته رقمه 5 6 مثلا. هنفترض
يبقى انا مضطر اغير المعلومة بتاعت رقم مدير القسم دي كم مرة؟ برافو عليك، بعدد الموظفين اللي بيتبعوا هذا القسم. يعني مثلا في الجدول الصغير اللي قدامنا ده، القسم رقم 5 بيعمل فيه موظف 2 3 4، اربع موظفين، يبقى انا لازم اغير المعلومة دي كم مرة؟ 4 مرات، وهكذا بقى. خلاص، هذه مشكلة الابديت انوملي. طيب قال لك انسيرشن انوملي في عيوب او في شيء غير منطقي بيتم في موضوع الانسيرشن. ليه؟ يعني مثلا هنا بيقول لك cannot insert a project، ما اقدرش ادخل بروجكت جديد unless an employee is assigned to it. ايه ده؟ معقول؟ يعني انا ما اقدرش اضيف بروجكت جديد عندي في البيانات بتاعتي الا لما يكون في موظف شغال فيه. الريليشن دي بتقول كده. ليه؟ البرايمري كي هنا هو ايه؟ الاس اس ام، رقم الموظف، مع البروجكت نمبر اللي هو رقم المشروع. يبقى اذا انا ما اقدرش ادخل بيانات المشروع الا لو كان في موظف بيعمل في هذا المشروع. صح ولا لا؟ مشكله. نفس الكلام هنا، القسم رقم 1 ده انا ما اقدرش اضيفه او ما عرفتش اضيفه الا عشان في موظف اسمه بورج جيمس بيعمل في هذا القسم. طب لو انا حبيت اضيف القسم عندي رقم 6، عملت قسم جديد 6 اللي هو بتاع الهيومن ريسورسز، ولسه ما عينتش الموظفين فيه، ما اقدرش اضيفه. ما اقدرش. ليه؟ لان هنا ما اقدرش اضيف بيانات قسم الا لو كان في موظف بيعمل في هذا القسم، فدي اللي بيسموها الانسيرشن انوميلي. طيب ممكن يكون عندي ديليشن انوميلي او حذف، عندي عيب او غير حاجه غير منطقيه في موضوع الحذف. ايه هي؟ بيقول لك مثلا لو انا حبيت احذف بروجكت معين، ده معناه this it will result in deleting all the employees who work on that project. يعني ايه؟ يعني انت لو جيت حبيت كده تحذف بروجكت معين، هنفترض ان البرودكت اكس ده الشركه اغلقت هذا البروجكت فعاوزه تحذفه، ما تقدرش تحذفه الا لو حذفت كل الموظفين اللي بيعملوا فيه. صح؟ يعني انت ما انت ذكرت المعلومه دي مثلا 100 مره مع 100 موظف، فالبيانات دي لو انا جيت حذفت البرودكت اكس يبقى لازم احذف كل الريكوردز اللي كان مذكور فيها، يبقى انا لازم بالمره احذف كل الموظفين اللي بيعملوا فيه. فطبعا ده كلام غير منطقي بالمره. نفس الكلام هنا، هفترض ان انا قفلت القسم بتاع الهيد كوارترز ده، اغلقناه خلاص، ما عدناش نعمل شغل في الموضوع دوت، فلغينا القسم ده من عندي. يبقى اذا اما الغي القسم ده يبقى انا بالتالي كمان هلغي بيانات الموظف اللي كان بيعمل في هذا القسم. وبصوره عكسيه، لو انا حبيت احذف او امشي الموظف اللي اسمه بورج جيمس ده من عندي، حبيت احذفه من عندي امشيه، خلاص حذفته من الداتابيز، يبقى انا بالتالي هحذف القسم اللي اسمه هيد كوارترز لاني مشيت الموظف ده او حذفت الموظف. صح؟ واخد بالك؟ يبقى هذه المشكله بيطلق عليها الديليت انوماليز، ما اقدرش احذف البيانات دي الا لو حذفت داتا اخرى وعدم، مع ان مفيش ارتباط بين هذه البيانات. في الانسيرشن انوماليز ما اعرفش ادخل بيانات معينه لان الا لو دخلت بيانات اخرى معاها، كل دي بيسموها بقى ايه؟ انوماليز. يبقى دي العيوب اللي موجوده في الريليشنز واحنا عاوزين نتخلص منها باستخدام الجايد لاينز او الارشادات اللي هنتعلمها في هذا الايه؟ الشابتر. خلاص واضح يا شباب؟ تمام؟ طيب احنا دلوقتي اتعرفنا على المشاكل اللي ممكن تكون موجوده في الريليشن، عاوزين بقى نتعلم الجايد لاينز او الارشادات والتكنيكس اللي هنتبعها عشان نعمل ريليشن خاليه من هذه المشاكل او هذه العيوب اللي اتكلمنا عليها. شابتر 10 بيتكلم على النورماليزيشن. النورماليزيشن هي التكنيك او البروسيس اللي هنمشي فيها عشان في الاخر نوصل لريليشن خاليه من العيوب اللي اتكلمنا عليها اللي هي بتاعت الريدندنسي او الابديت انوماليز. تمام؟ يبقى احنا دلوقتي هنبدا نتعرف ازاي نعالج المشاكل دي، او بصوره اخرى ازاي نوصل لريليشن ما فيهاش المشاكل اللي احنا شفناها دي. تمام؟ طيب ايه هي بقى النورماليزيشن؟ النورماليزيشن حسب التعريف اللي موجود في الشابتر، ذا بروسيس
of decomposing unsatisfactory or bad relations by breaking up their attributes into smaller relations. يعني ايه؟ يعني ايه الكلام الصعب اللي انت قلته ده؟ ولا صعب ولا حاجه. الموضوع بمنتهى البساطه، انا كان عندي ريليشن فيها عيوب. النورماليزيشن بتقول ان انا افكك الريليشن الكبيره دي في صوره ريليشنز صغيره. او الجدول الكبير اللي كان عندك ده هفككه في صوره جداول صغيره. بحيث يبقى كل جدول من الجداول الصغيره ده ما فيهوش العيوب اللي كانت موجوده في الجدول الكبير. الموضوع بمنتهى البساطه هو ايه؟ انا هفترض ان انا عندي ادي ريليشن. الريليشن دي فيها اتريبيوت 2 3 4 5 6 10 20 100 زي ما يكون. انا هفترض ان الريليشن دي اسمها ار1. ار1 دي كان فيها مشكلتين، هفترض يعني ان فيها ريدندنسي وفيها كمان ابديت انوماليز. ماشي؟ النورماليزيشن بتقول ايه؟ او معناها ايه؟ بيقول ان انا هبدا افكك الريليشن اللي هي اسمها ار1 دي في صوره ريليشنز ثانيه صغيره. فممكن اطلع منها 2 ريليشن، 3 ريليشن، 4 ريليشن زي ما يكون. يبقى عندي مثلا ار2 وار3 وار4 مثلا. ار2 دي ممكن مثلا يكون فيها بعد ما فككتها فيها 2 كولوم او فيها 2 اتريبيوت، ار3 دي ممكن يكون فيها 3 اتريبيوت، ار4 دي ممكن يكون فيها 5 اتريبيوت وهكذا. بهدف ان يكون بقى ار2 وار3 وار4 دول ما فيهمش المشاكل اللي كانت موجوده فين؟ في ار1. يبقى دي الفكر بتاع النورماليزيشن. عندي ريليشن فيها مشاكل، هبدا افكك الريليشن دي في صوره ريليشنز صغيره، الريليشنز الصغيره دي ما يبقاش فيها المشاكل اللي كانت موجوده في الريليشن الكبير. خلاص؟ طيب السؤال بقى اللي بيطرح نفسه هنا، طيب انت هتقسم الار1 دي للاثنين ريليشن ولا ثلاثة ريليشن ولا أربعة ريليشن على أساس إيه؟ يعني إيه اللي هيخليك تقول إن R1 دي أنا هقسمها اثنين ريليشن بس؟ أو ثلاثة ريليشن أو خمسة ريليشن أو 10 ريليشن حسب إيه؟ طيب والسؤال الثاني، طيب مش معنى يعني في R2 مثلا أنت خدت الأتريبيوت رقم واحد والأتريبيوت رقم خمسة مع بعض. ومش معنى في R3 خدت الأتريبيوت رقم اثنين مع الأتريبيوت رقم ستة مع الأتريبيوت رقم تسعة مع بعض، على أساس إيه؟ على أساس إيه هيتم التقسيم بتاع الريليشنز دي؟ هنا بقى أرجع معاك للعنوان بتاع الشابتر. الشابتر في الأول كان بيتكلم عن حاجة اسمها إيه؟ Functional Dependencies and Normalization. هنا بقى تظهر عندنا يعني إيه Functional Dependencies؟ الـ Functional Dependencies دي بمنتهى البساطة هي معناها إن في ارتباط موجود بين اتريبيوت واتريبيوت اخر في الريليشن، او في علاقه بين اتريبيوت واتريبيوت اخر في الريليشن، او في علاقه بتربط مجموعه من الاتريبيوتس ومجموعه اخرى من الاتريبيوتس في نفس الريليشن. فالنورماليزيشن هتعمل ايه بقى؟ هتاخد الاتريبيوتس اللي في بينهم من بعض فانكشنال ديبندنسيز دول وتطلعهم مع بعض في الريليشن تخصهم. خدت بالك بقى؟ عرفت بقى الموضوع مرتبط ببعضه ازاي؟ يبقى انا اما اجي اقسم الريليشن الكبيره لريليشنز صغيره هبدا اشوف الاتريبيوتس اللي في بينها وبين بعض فانكشنال ديبندنسي واخرجهم بره مع بعض فين؟ بالظبط في ريليشن جديد. هلاقي مجموعه من الاتريبيوتس وفي مجموعه من الاتريبيوتس اخرى في بينهم ريليشن شيب او في بينهم ارتباط او في بينهم فانكشنال ديبندنسي اخرجهم مره مع بعض في ريليشن صغير وهكذا. خلاص خدت بالك؟ طب ايه بقى معنى الفانكشن ديبندنسي او ايه هو المعنى العلمي للفانكشن ديبندنسي؟ فانكشن ديبندنسي بتقول ان انا لو عندي اتريبيوت اسمه اكس وعندي اتريبيوت اسمه واي وفي فانكشن ديبندنسي بينهم، معناها ان انا لو عرفت قيمه الاكس يبقى اوتوماتيك اقدر اعرف قيمه الواي. بتقرا ازاي دي؟ بتقرا هكذا، اقول الاكس ديترمينز الواي، يعني انت لو عرفت قيمة الاكس
تقدر تحصل قيمة الواي. أو بمعنى آخر أقول الواي functionally dependent on الX، يعني قيمة الواي أقدر أحصلها بمعلومية قيمة الX. عشان كده دايما بيكتبوا إيه، يقولوا كده لو أنا عندي two tables، عندي صفين وقيمة الX في الـ T1 أو في الصف الأولاني مساوية لقيمة الX في الصف الثاني، يبقى أوتوماتيك كده أقدر أستنتج إن قيمة الواي في الصف الأولاني مساوية لقيمة الواي في الصف الثاني. بالأمثلة هتوضح لك أكتر. بص مثلا هنا السوشيال سيكيورتي نمبر ديترمينز الإمبلويي نيم، عشان كده كاتبها إزاي، كتب كده الـ SSN سهم وبعدين الـ E name. أنا أقدر أنطقها إزاي بقى، أقول كده الـ SSN determines الـ E name أو الـ E name functionally dependent على الـ SSN. أنت عارف ده معناه إيه؟ معناه في أي وقت من الأوقات لو أنا عرفت قيمة الـ SSN أقدر أقول لك قيمة الـ E name. ده معنى الـ functional dependency اللي بين الاثنين attribute دول. لو أنا عرفت قيمة الـ SSN أقدر في أي وقت أقول لك قيمة الـ E name. أو بمعنى آخر لو أنا عندي جدول في ألف صف اتذكر فيه الـ SSN 1 2 3 وقدامه في النيم أحمد، يبقى أنا في أي صف من الصفوف الألف دول لو اتذكر 1 2 3 أقدر أقول لك أوتوماتيك وأنا مغمض كده إن قيمة الـ E name هي أحمد. ليه؟ لأن في functional dependency بين الاتنين دول وبعضهم. طيب شوف المثال الثاني ده، بيقول لك البروجكت نمبر determines البروجكت نيم اند لوكيشن، عشان كده كتبها كده، قال لك البي نمبر determines البي نيم والبي لوكيشن. طب دي معناها ايه؟ معناها لو انا عرفت قيمه البي نمبر اقدر اقول لك وانا مغمض كده قيمه البي نيم وقيمه البي لوكيشن. خدت بالك؟ او برضو لو عاوز انطقها بشكل عكسي اقول كده لو عاوز تعرف قيمة البروجكت نيم وقيمة البروجكت لوكيشن اديني قيمة البي نمبر. واضحة دي يا جماعة؟ طيب شوف المثال ده مثلا الـ SSN مع البي نمبر determines الـ hours، يعني رقم الموظف مع رقم المشروع يديني عدد الساعات اللي اشتغلها الراجل دوت في المشروع. أو بصورة أخرى أقول إن عدد الساعات معتمد على رقم الموظف ورقم المشروع. صح ولا لا؟ خلاص وضحت كده. نرجع بعد كده بقى لكلامنا عن النورماليزيشن. النورماليزيشن حقيقة لما بنيجي ننفذها يا جماعة ما بننفذهاش مرة واحدة، لا ده بتمر بعدة مراحل. المراحل دي تقريبا خمسة مراحل. طبعا كل ما بزيد في الرقم، يعني الفيرست سكند ثيرد كده، كل ما بزيد معناها ايه؟ اللي انا اتخلصت من عيوب اكثر كانت موجودة فين؟ في الريليشن. لحد ما اوصل للفيفث يبقى انا اتوقع ان انا كده وصلت ريليشن مثالية ما فيهاش اي مشكلة. تمام؟ طيب فعليا احنا ما بنيجي ننفذ فعليا او في الماركت، يعني في السوق، في فعلا في الداتابيز اللي بتستخدم فعليا عادة، بنوصل للثيرد نمبر فورم ونقول كده كويس. لكن الفورث والفيفث دول بيطبقوا لو يعني الموضوع ايه ادفانسد قوي، او لو انا فعلا عاوز يعني اوصل لكمال الكمال، وده بيبقى صعب جدا. عشان كده احنا عاده بنكتفي بالثيرد نمبر فور او على الاكثر بالبويس كود نمبر فور، لكن الفورث والفيفث عاده بيبقى دراستهم اكاديميه اكثر منها تنفيذيا او عمليا يعني. تمام؟ انا عاوز نتفرج على الشكل ده، ده يوضح لنا الصوره بمنتهى البساطه. هفترض ان انا بدات بريليشن اسمها ار واحد. ار واحد دي فيها بعض المشاكل، فيها مثلا ريبيتنج جروبس، فيها ريدندنسي، فيها بارشال ديبندنسي، فيها ترانستيف ديبندنسي، وهكذا. طبعا كل مشكله من دول لو مش واضحه دلوقتي هتشوفها بعدين واحنا بنشتغل، فما تقلقش من الاسامي يعني. طيب الار واحد دي همسكها اطبق عليها مجموعه من الشروط وبالتالي هخلص من مجموعه من العيوب. مثلا العيب الاوضح او اللي هخلص منه اللي انا هحذف او اعمل ريموف للمالتي فاليود اتريبيوتس. لو انا خلصت الريليشن دي من العيوب دي اصبحت انا واقف في الفيرست نورمال فورم،
يبقى انا كده كاني بقول ايه، عديت من الفلتر الاولاني اللي خلصني من العيب بتاع الفيرست المالتي فاليود اتريبيوت. اما عديت من الفلتر الاولاني هفترض ان انا كنت داخل بريليشن واحده، اصبح عندي تو ريليشن. احنا اتفقنا بقى النورماليزيشن هتبدا تفكك الار واحد دي لاكثر من ايه، من ريليشن، صح؟ فانا هفترض ان انا فككتها بعد ما طبقت الشروط الاولانيه، فاصبح عندي تو ريليشن. التو ريليشن دول انا واثق دلوقتي لان انا عديت من الفيرست نمبر 4 ان هم ما فيهمش ريبيتنج جروبس، ما فيهمش مالتي فاليود اتريبيوتس، فاطبق عليهم شروط وقواعد اخرى عشان احذف او اعمل ريموف للبارشال ديبندنسي. البارشال ديبندنسي دي لو انا حذفتها من الريليشنز دي اصبحت انا في السكند نورمال فورم. يبقى انا عديت من الفلتر الثاني باني اتخلصت من العيوب بتاعه البارشال ديبندنسي. ممكن اما اعدي من السكند نورمال فورم بدل ما كان معايا تو ريليشن فقط اصبح يبقى معايا 3 ريليشن 4 ريليشن زي ما يكون. انما اللي انا واثق منه دلوقتي ادام انا عديت من السكند نمبر 4 ان انا ما عنديش بارشال ديبندنسي في اي ريليشن من دول. ثم هطبق قواعد اخرى تساعدني ان انا اتخلص من الترانزيتيف ديبندنسي. لو انا اتخلصت من العيب اللي اسمه ترانزيتيف ديبندنسي اصبحت انا موجود في الثيرد نمبر 4. ونفس الكلام انا ممكن اكون داخل بثلاثه ريليشن هنا، بعد ما عملت القواعد اللي خلصتني من الترانزيتيف ديبندنسي اصبح مثلا معايا 4 ريليشن وهكذا. لكن اللي انا واثق منه اني ادام عديت من السيرد نمبر 4 انا ما عنديش ترانزيتيف ديبندنسي في الريليشنز بتاعتي. وهكذا بقى اخش على الفورث نمبر 4 اتخلص من بعض العيوب، اخش على فيفث نمبر 4 اتخلص من بعض العيوب وهكذا. يبقى اذا المراحل اللي بمر بيها من اول الفيرست للفيفث هي عباره عن فلترز، كل فلتر بعدي منه يبقى انا معناها تركت عيوب قبليه ووصلت لحاله كويسه. اخش على الفلتر اللي وراه يخلصت من بعض العيوب وابقى وصلت لمرحله افضل. اخش الفلتر اللي بعديه يبقى انا خلصت من بعض العيوب ووصلت لمرحله اكمل من الاولانيه والثانيه والثالثه وهكذا. ماشي؟ يبقى دي الفكره بتاعت النورماليزيشن. هنعمل ايه بقى هنا عشان نوصل للفيرست، وهنعمل ايه عشان نوصل للسكند، وهنعمل ايه عشان نوصل للثيرد نمبر فور؟ ده اللي هنشوفه دلوقتي. ماشي؟ تمام. خلينا بقى نبدا فعليا في تنفيذ النورماليزيشن. النورماليزيشن زي ما احنا شفنا من السلايد اللي قبل كده اهي، احب افكرك بيها، كانت عباره عن عده مراحل او زي ما احنا قلنا اكثر من فلتر بنمر عليه عشان نوصل في الاخر للريليشن التصميم بتاعها تصميم مثالي يخلو من العيوب. فاول مرحله هنمر بيها اللي هي الفيرست نورمال فورم. الفيرست نورمال فورم انا عشان اقول ان الريليشن بتاعتي في الفيرست نورمال فورم لازم الريليشن بتاعتي تكون بتخلو من العيوب دي. العيوب دي اللي هي ايه؟ ان ما يكونش فيها كومبوزيت اتريبيوت، ما يكونش فيها مالتي فاليود اتريبيوت، ما يكونش فيها نستد ريليشنز. تمام؟ يبقى انا عشان اقول الريليشن بتاعتي دلوقتي بقيت في الفيرست نورمال فورم لازم اخلصها من الكومبوزيت اتريبيوتس والمالتي فاليود اتريبيوتس والنستد ريليشن. طيب خلينا ناخد مثال. عندنا مثلا الريليشن اللي اسمها ديبارتمنت. الريليشن اسمها ديبارتمنت دي البيانات فيها واضحه اهي، الدي نيم والدي نمبر والدي مانجر اس اس ان والدي لوكيشن. الدي لوكيشن دي مالتي فاليود اتريبيوت، وجودها في الريليشن هنا يخلي الريليشن دي ما بقتش في الفيرست نمبر 4، لا بقت كده كانها في الزيرو نورمال 4. طيب لو انت بصيت كده على الفيجر اللي هو بي هتلاقي فيه ايه؟ هتلاقي فيه الشكل بتاع الديبارتمنت دي بعد ما بنينا فيها البيانات. بص كده هتلاقي فيه قيمه واحده للدي نيم، قيمه واحده للدي نمبر، قيمه واحده للمانجر اس اس ان، لكن الدي لوكيشن عشان هي مالتي فاليود اتريبيوت فبتحتوي على اكثر من قيمه. ادي مفهوم المالتي فاليود اتريبيوت، وهنا المفروض شرحناه قبل كده كتير اما كنا بنتكلم على الاي ار دايجرام. فالدي لوكيشن عشان هي مالتي فاليود اتريبيوت فبتحتوي كاتريبيوت على اكثر من قيمه، وده مش صح. لازم يا جماعه اي اتريبيوت موجود هنا تبقى القيمه اللي فيه اتوميك. اتوميك يعني ايه؟ يعني قيمه واحده فقط، ما يكونش اكثر من قيمه بالشكل ده. فانا عشان اخلص المشكله دي فهضطر اعمل ايه؟ افرد كل قيمه من دول في صف،
صح؟ زي ما حصل هنا في الفيجر سي. بص فاصبح بقيت اكرر الريسيرش 5 و 3 4 5 5 دي مع كل لوكيشن، يبقى كررت الصف ده كم مره؟ 3 مرات حسب الثلاثه لوكيشن اللي هنا. فده طبعا ادى لايه بقى؟ ادى للريدندنسي، تكرار بدون داعي. كررت بيانات زي اسم القسم ورقم القسم ورقم مدير القسم 3 مرات حسب الثلاث اماكن هنا، فده ريدندنسي بدون داعي. فالحل الامثل ايه في موضوع زي ده؟ اللي انا خلي بالك بقى ادي اللي هتعمله، لو لقيت مالتي فاليود اتريبيوت في الريليشن اعمل ايه؟ اخرج المالتي فاليود اتريبيوت مع البرايمري كي بتاع الريليشن في جدول جديد او في ريليشن جديد. شوف ادي اللي عملناه، خدنا الدي لوكيشن اللي هي المالتي فاليود اتريبيوت اهي مع الدي نمبر اللي هو البرايمري كي بتاع الريليشن اهو، وسمينا الريليشن الجديده دي ديبارت لوكيشن. يبقى احنا عملنا كده ليه؟ عملنا كده عشان ما يحصلش الريدندنس اللي بدون داعي. وبقيه الاتريبيوتس تنزل زي ما هي، يعني المانجر اس اس ان مع الدي نيم يفضلوا زي ما هم مع ايه؟ البرايمري كي اهو. طيب واحد يقول لي انت دلوقتي بقى ايه الاستفاده اللي استفدتها؟ لا استفدت استفاده كبيره. دلوقتي لو احنا فتحنا لوكيشن جديد للديبارت هعمل ايه؟ كل اللي هعمله هروح على الريليشن بتاعت الديبارت لوكيشن واسجل اللوكيشن الجديد. يبقى اصبح اللوكيشن سجلته مره واحده وخلاص، بدون ما اكرر بيانات القسم كامله في كل مره اما اجي اضيف لوكيشن جديد. يبقى دلوقتي القاعده اللي عندنا بتقول ايه؟ بتقول لو انا لقيت مالتي فاليود اتريبيوت موجوده في الريليشن، الحل بتاعها ان انا اخرج المالتي فاليود اتريبيوت مع البرايمري كي بتاع الريليشن في ريليشن جديد، وانزل بقيه الاتريبيوتس زي ما هي اللي هو المانجر اس اس ان مثلا مع الدي نيم مع البرايمري كي زي ما هو في الريليشن الاصلي. تمام. المشكله الثانيه اللي لازم نتخلص منها عشان تبقى الريليشن بتاعتنا في الفيرست نورمال فورم هي مشكله النستد ريليشنز. النستد ريليشنز او ساعات بيطلقوا عليها الريبيتنج جروبس. انا عشان اوضحها لك اكثر خلينا نشوف المثال ده. مثلا مثال زي الريليشن اللي قدامنا دي امبلوي بروجكت، دي الريليشن دي بتوضح العلاقه بين الموظف والمشاريع اللي بيعمل فيها هذا الموظف. فهنا مثلا الاس اس ان اللي هو رقم الموظف، الاي نيم اللي هو اسمه، البي نمبر ده رقم المشروع اللي بيعمل فيه، والاورز دي عدد الساعات اللي بيعملها الموظف ده في هذا المشروع. هنفترض ان انا حبيت املى بيانات في الريليشن دي، فده شكل البيانات. لو خدت بالك الموظف مثلا اللي اسمه فرانكلين ده، فرانكلين ده بيعمل في 4 مشاريع. اذا مضطر انا ادخل في البي نمبر والاورز 4 قيم. صح؟ وبالتالي اصبح الاتريبيوت اللي اسمه بي نمبر والاتريبيوت اللي اسمه اورز نون اتوميك اتريبيوت. الاتوميك اتريبيوت اللي هنا نقصده ايه؟ او الاتوميك فاليو اتريبيوت اللي نقصده ايه؟ ان هو ما يشيلش الا قيمه واحده، وده المفروض يكون اللي يكون يطبق في كل الريليشنز. ما ينفعش يكون عندي اتريبيوت بيحمل اكثر من قيمه في نفس التابل. ما ينفعش يكون عندي اتريبيوت بيحمل اكثر من قيمه في نفس الايه؟ التابل او في نفس الصف. طيب انت عشان تحل مشكله زي دي هتعمل ايه؟ هتضطر تعمل صف لكل بروجكت نمبر مع الاورز بتاعته، صح؟ يعني بدل ما هنا في طابل واحد، لا هيبقى عندي 4 طابلز او 4 صفوف. طيب لو انا حليت بالحل ده هيبقى عندي مشكله ان مثلا بيان زي الاي نيم بتاع فرانكلين ده بدل ما انا كنت ذاكره مره واحده هضطر اذكره 4 مرات، يبقى هنا برضو تولد عندي ريدندنسي بدون داعي. ظهرت عندي هنا تكرار لبيانات بدون داعي، لان انا مش لازم اذكر اسمه 4 مرات عشان اعرفه، انا كفايه يكفيني ان انا ذكرت مثلا رقمه يدل عليه. فالحل المشكله زي دي اما يكون عندي نستد ريليشن او ريبيتنج جروبس زي ما البعض الاخر بيسميها، ان انا اعمل ايه؟ اولا ان انا اخرج النستد ريليشن او الريبيتنج جروب مع البرايمري كي بتاع ريليشن في ريليشن جديد. وده اللي عملناه هنا، احنا خدنا البي نمبر والاورز اللي هم النستد ريليشن دي او ريبيتنج جروب، خرجناها مع البرايمري كي بتاع الريليشن اللي هو الايه؟ الاس اس ان. وبقيه الاتريبيوتس تنزل زي ما هي، اللي هو الاي نيم مع الاس اس ان ينزلوا زي ما هو في ريليشن اخرى. تمام؟
واحد يقول لي انا ملاحظ ان البي نمبر هنا اصبح هو الاخر جزء من البرايمري كي. واخدت بالك من الحته دي؟ شايف البي نمبر حاطط تحتيه سوليد لاين، معناه ان هو اصبح جزء من البرايمري كي. يا ترى ليه الكلام ده حصل؟ اقول له حتى لو انت بصيت هنا هتلاقي ان البي نمبر قيمته يونيك على مستوى التابل، صح ولا لا؟ يعني شوف رقم واحد ما ذكرش الا مره واحده هنا في التابل ده، برضو واحد ما ذكرش غير مره واحده في التابل ده، مثلا اثنين لم يذكر غير مره واحده في التابل ده، وهكذا. اذا يبقى ده البرايمري كي بتاع الريبيتنج جروب دي، صح؟ فاذا يصبح بارت من البرايمري كي في الريليشن الجديد. خدت بالك؟ يبقى احنا خلينا ده برايمري كي ليه؟ لان هو فعلا هو البرايمري كي او اليونيك اتريبيوت اللي موجود في الريبيتنج جروب دي او في النستد ريليشن دي، فعشان كده خليناه جزء من البرايمري. انا حابب ادي لك مثال نشرح فيه كل اللي احنا ذكرناه دلوقتي. بص كده، هنفترض ان انا عندي ريليشن اسمها امبلوي، وادي البيانات بتاعتها او الاتريبيوت بتاعتها، فيها الاس اس ان اللي هو البرايمري كي بتاع الريليشن، وفيها الاي نيم اسم الموظف، وفيها الجريدز اللي حصل عليها الموظف ده. الموظف ده مؤهلاته ايه او الجريدز بتاعته ايه. فلو انا حبيت املى بيانات هنا هقول والله ان الموظف مثلا رقم 1000، الاي نيم بتاعه هنفترض ان اسمه احمد. الراجل ده عنده اكثر من جريد، هو عنده بكالوريوس وماستر وكمان عنده بي اتش دي هنفترض يعني. يبقى اذا الجريدز دي كاتريبيوت اقدر اقول عليها ان دي ايه؟ مالتي فاليود اتريبيوت. ليه مالتي فاليود اتريبيوت؟ لانها اخذت اكثر من قيمه، صح؟ ما بقتش اتوميك دلوقتي، لا ده اخذت اكثر من قيمه. طيب هتحل ازاي مشكله الريليشن دي؟ او لو انا عاوز احطها في الفيرست نورمال فورم اعمل ايه؟ كل اللي هعمله زي ما اتعلمنا دلوقتي، هاخد المالتي فاليود اتريبيوت اللي هي اسمها جريد مع البرايمري كي بتاع الريليشن في جدول جديد او في ريليشن جديد. فيبقى عندي الاس اس ان والجريد اطلعهم في ريليشن جديد واخليهم هما الاثنين البرايمري كي بتاعت الريليشن، واديها اسم معبر. فاقول والله مثلا دي اسمها امبلوي جريدز. بس واضحه؟ وبقيه الاتريبيوتس هتنزل زي ما هي، يعني الاي نيم مع الاس اس ان هينزلوا زي ما هم، الاي نيم والاس اس ان. فيبقى عندي اهو الاس اس ان البرايمري كي بتاع الريليشن مع الاي نيم، ودي اسم الريليشن زي ما هي اللي اسمها امبلوي. تمام؟ طيب ثم بقى الافضل طبعا والطبيعي ان انا اربط بين التو ريليشنز دول. التو ريليشنز دول في بينهم من بعض ارتباط. الارتباط ده شكله ايه؟ ان الاس اس ان اللي في الامبلوي جريد ما هو الا فورين كي جاي من البرايمري كي اللي موجود فين؟ في الامبلوي، صح؟ يبقى هنا في ارتباط بين التو ريليشنز دي، فبوضحها بقول ان الاس اس ان اللي هنا ده اصله جاي من هنا او الريفرنس بتاعه جاي من هنا، ماشي؟ يبقى بعد كده اللي هيجي يقرا او يبص على الريليشنز دي يفهم مباشره ان في علاقه بتربط بين الامبلوي جريد والايه؟ والامبلوي، والربط ده بيتم عن طريق الاس اس ان اللي موجود هنا وموجود هنا. ننتقل بعد كده بقى للكلام على المرحله الثانيه من مراحل النورماليزيشن وهي السكند نورمال فورم. انا عشان اقول ان الريليشن بتاعتي في السكند نورمال فورم لازم اتوفر فيها شرطين. الشرط الاول ان هي تكون اوريدي في الفيرست نورمال فورم. الشرط الثاني ان هي تكون بتخلو من العيب او المشكله بتاعه البارشال ديبندنسي. تمام؟ يبقى انت دلوقتي لو عرضت عليك ريليشن وقلت لك هل الريليشن دي في السكند نورمال فورم ولا لا، هتعمل ايه؟ هتعمل تشيك هل هي اولا في الفيرست نورمال فورم ولا لا. وده يعني ايه؟ ده يعني ان هي ما فيهاش مالتي فاليود اتريبيوت، ما فيهاش كومبوزيت اتريبيوت، ما فيهاش نستد ريليشن او ريبيتنج جروبس زي ما قلنا عليه. الشرط الثاني
ان هي يكون ما فيهاش partial dependency. تعالى نقرا التعريف ده مع بعض كده. بيقول a relation schema R, a relation اللي اسمها R is in second normal form. تبقى في second normal form امتى؟ if every non-prime attribute A, لو كل non-prime attribute A in R موجود في relation اسمها R is fully functionally dependent on the primary key. ايه الكلام الصعب ده؟ ولا صعب ولا حاجة. اولا يعني ايه non-prime attribute؟ هتلاقي الاجابة هنا. البرايم اتريبيوت هو an attribute that is member of the primary key. البرايم اتريبيوت an attribute that is member of the primary key. الكلام ده معناه ايه؟ هفترض ان انا عندي ريليشن زي دي كده. ريليشن زي دي. البرايمري كي هنا بتاع الريليشن ده عبارة عن two attributes. صح؟ يبقى الاتريبيوت اللي اسمه اس اس ان هنا في حالتنا ده نقول عليه برايم اتريبيوت. البي نمبر ده نقدر نقول عليه ان هو ايه؟ برايم اتريبيوت. فالتعريف بقى بتاع السكند نورمال فورم بيقول ايه؟ بيقول الريليشن تبقى في السكند نورمال فورم if every non-prime attribute. يعني ايه بقى؟ يعني اي attribute غير الاتريبيوتس بتاعت البرايمري كي is fully functionally dependent on the primary key. يعني ايه بقى؟ يعني دلوقتي مثلا شوف الرسمه دي. البرايمري كي متكون من الاس اس ان والبي نمبر، صح؟ طيب شوف هنا الاس اس ان مع البي نمبر functionally determines الاورز، صح؟ طيب لو قريتها بشكل عكسي اقول ايه؟ ان الاورز fully dependent on البرايمري كي بتاع الريليشن، لان هي dependent على الاس اس ان مع البي نمبر في نفس الوقت، صح ولا لا؟ طيب تعال بص على الفانكشن ديبندنس الثانيه دي. الاي نيم ديبندنت، هل يا ترى هو بقى ديبندنت على الفول برايمري كي ولا ديبندنت على بارت بس من البرايمري كي؟ لا والله، الفانكشن ديبندنس دي بتقول ان الاي نيم ديبندنت اونلي اون الاس اس ان. والاس اس ان ده جزء من البرايمري كي، صح؟ عشان كده بيسموا دي بارشال ديبندنسي. فهمت بقى؟ يبقى انا دلوقتي الريليشن اللي قدامي دي اكيد مش في السكند نورمال فورم. ليه؟ عشان في نون برايم اتريبيوت اهو اللي اسمه الاي نيم، ده ديبندنت على بارت من البرايمري كي وليس على كل البرايمري كي، فيبقى دي بيسموها ايه؟ بارشال ديبندنسي. تعالى بص تاني. دي البي نيم اللي هو النون برايم اتريبيوت اللي اسمه البي نيم، هنا ديبندنت على ايه؟ هل هو ديبندنت على البي نمبر مع الاس اس ان؟ الاجابه لا، ده هو ديبندنت على البي نمبر فقط، صح؟ واخد بالك؟ طيب معناها ايه؟ معناها اللي هو ديبندنت على بارت، على جزء من البرايمري كي بتاع الريليشن، وعشان كده نقول ان هنا حاجه اسمها ايه؟ بارشال ديبندنسي. تمام؟ يبقى الريليشن اللي قدامي دي مش في السكند نورمال فورم. ايه السبب؟ ان فيها بارشال ديبندنسي موجوده مرتين، مره بين الاس اس ان والاي نيم، ومره بين البروجكت نمبر والبي نيم. طيب هتحلها ازاي؟ هتحل المشكله دي ازاي؟ بمنتهى البساطه، زي ما قلنا في الاول خالص، اللي في بينهم فانكشن ديبندنسي هنخرجهم بره في ريليشن جديد. زي مين؟ اهو الاس اس ان مع الاي نيم، صح؟ مش في فانكشن ديبندنسي بينهم؟ فخرجناهم بره، الاس اس ان مع الاي نيم. وطبعا الاس اس ان هو البرايمري كي بتاع الريليشن. ليه بقى؟ الاس اس ان اللي بيقولوا عليه يا جماعه الديترمينيتور، بيقولوا عليه الديترمينيتور بتاع الايه؟ الاتريبيوت الاخر، فهو دايما بيبقى البرايمري كي. طيب شوف هنا في فانكشن ديبندنس تاني بين مين ومين؟ بين البي لوكيشن والبي نيم، الاثنين دول ديبندنت على البي نمبر، فهنخرجهم بره. اهو البي نمبر خرج مع البي نيم والبي لوكيشن، شايف؟ ادي البي لوكيشن جبناه بره في الريليشن الجديده، والبي نيم جبناه بره في اللوكيشن الجديده مع الديترمينيتور بتاعهم اللي هو مين؟ البي نمبر. صح؟ طيب الباقي الاتريبيوتس هتنزل زي ما هي، اللي هو مين في حالتنا؟ الاورز هينزل مع البرايمري كي كامل اللي هو الاس اس ان والبي نمبر. اهو شايف الاورز نزل مع الاس اس ان والبي نمبر.
يبقى الحل بمنتهى البساطة باختصار، أما الاقي بارشال ديبندنسي بخرج الاتريبيوتس اللي هي معتمدة على بارت من البرايمري كي في ريليشن جديدة لوحده. ماشي خلاص. انا حابب نشوف مثال كمان مع بعض عشان توضح الفكرة اكثر. يعني مثلا عندي ريليشن زي دي فيها البرايمري كي بتاعها عبارة عن الستودنت نمبر مع الكورس نمبر، وعندي النون برايم اتريبيوتس اللي موجودة هنا زي المارك والكورس نيم والستودنت نيم. اولا هل دي في السكند نورمال فورم ولا لا؟ الاجابه بمجرد النظر كده لا. ليه؟ لان في بارشال ديبندنسي ما بين نون برايم اتريبيوتس وبارت من البرايمري كي هنا، صح؟ زي مثلا الكورس نيم ما هو ديبندنت على الكورس نمبر، والكورس نمبر ده هنا ايه؟ بارت من البرايمري كي. وعندي برضو الستودنت نيم في بارشال ديبندنسي بينه وبين الستودنت نمبر. الحل ازاي؟ الحل زي ما اتفقنا، هناخد كل نون برايم اتريبيوت مع البارت من البرايمري كي اللي هو معتمد عليه او اللي هو ديبندنت عليه، صح؟ يعني مثلا هاخد الكورس نمبر مع الكورس نيم في ريليشن، واسمي ريليشن دي مثلا الكورس. ثم عندي في بارشال ديبندنسي تاني ما بين مين ومين؟ ما بين الستودنت نيم والستودنت نمبر، فهاخد الستودنت نمبر مع الستودنت نيم، صح؟ في ريليشن جديده واسميها وليكن الستودنت. هيتبقى عندي الاتريبيوتس اللي هي عامله فول فانكشنال ديبندنسي ما فيهاش مشكله زي مين؟ المارك. فدي بتنزل زي ما هي مع البرايمري كي بتاع الريليشن ويبقى اسمها ستودنت ماركس. خلاص خدت بالك؟ بمنتهى البساطه. ننتقل بعد كده بقى للمرحله الثالثه من مراحل النورماليزيشن وهي الثيرد نورمال فورم. عشان اقدر اقول ان الريليشن بتاعتي في الثيرد نورمال فورم لازم يتوافر فيها شرطين. الشرط الاول ان هي تكون اوريدي في السكند نورمال فورم. الشرط الثاني ان هي تخلو من عيوب او مشاكل الترانزيتيف ديبندنسي. لو بصينا على الرسمه دي، لو تذكر اما تكلمنا عن النورماليزيشن على انها مجموعه مراحل او مجموعه فلترز بنعدي عليها، فاحنا مرينا بالفلتر الاولاني اللي هو الفيرست نورمال فورم وتخلصنا من المالتي فاليود اتريبيوتس والريبيتنج جروبس والنستد ريليشنز. ثم بعد كده مرينا بالمرحله الثانيه اللي هي السكند نورمال فورم وتخلصنا من البارشال ديبندنسي، ودلوقتي هنا عاوزين نمر من المرحله الثالثه او الفلتر الثالث اللي هو الثيرد نورمال فورم، فلازم نتخلص من حاجه اسمها الترانزيتيف ديبندنسي. طيب يعني ايه بقى الترانزيتيف ديبندنسي؟ بص كده هنا العلاقتين دول، هنا بيقول لك ان الاس اس ان فانكشنالي ديتيرمينز الاي نيم، دي نون ترانزيتيف ديبندنسي، دي نون ترانزيتيف. لكن اما بقول ان الاس اس ان فانكشنالي ديتيرمينز الدي مانجر اس اس ان، دي ترانزيتيف فانكشنال ديبندنسي. طيب يعني ايه؟ بص على الرسمه دي كده بالراحه. لو تاخد بالك هنا البرايمري كي بتاع الريليشن دي هو الاس اس ان. الاي نيم كنون برايم اتريبيوت او نون كي اتريبيوت هو ديبندنت على الاس اس ان، او اقدر اقول ان الاس اس ان بيديتيرمينز الاي نيم، وده وضع طبيعي جدا ان يكون في نون برايم اتريبيوت ديبندنت على البرايمري كي بتاع الريليشن. الكلام ده برضو زي مثلا الادرس، الادرس ديبندنت على الاس اس ان، والاس اس ان هو البرايمري كي بتاع الريليشن، فده وضع طبيعي جدا. لكن لو بصيت هنا بقى المانجر اس اس ان ديبندنت على مين؟ ديبندنت على الدي نمبر. طيب هل الدي نمبر ده برايم اتريبيوت؟ الاجابه لا. طب هل هو الكي اتريبيوت او البرايمري كي اتريبيوت بتاع الريليشن؟ الاجابه لا. عشان كده دي قلنا عليها بقى، دي بقى بيسموها ايه؟ ترانزيتيف ديبندنسي. ترانزيتيف ديبندنسي معناها وجود نون كي اتريبيوت ديبندنت على نون كي اتريبيوت، او نون برايم اتريبيوت ديبندنت على نون برايم اتريبيوت موجود في الريليشن، صح؟ انا عاوز اقولها لك بشكل تاني. لو خدت بالك دلوقتي ان الاس اس ان بيديترمنز الدي نمبر، والدي نمبر هو اللي بيديترمنز المانجر اس اس ان، اذا
في وجود ارتباط غير مباشر بين الدي مانجر اس اس ان والاس اس ان، وهو ده اللي بيطلق عليه الترانستيف ديبندنسي. يبقى عشان نكون محددين، الترانستيف ديبندنسي معناها وجود ارتباط غير مباشر او ارتباط استنتاجي ما بين نون برايم اتريبيوت والبرايمري كي بتاع الريليشن. او لو اقولها بشكل تاني، اقول ان نون كي اتريبيوت ديبندنت على نون كي اتريبيوت اخر في الريليشن. هو ده مفهوم الترانستيف ديبندنسي. طيب انا عشان اتخلص من الترانستيف ديبندنسي بقى بعمل ايه؟ بعمل زي ما عملنا قبل كده، الاتريبيوتس اللي فيه بينها وبين بعضها فانكشنال ديبندنسي بخرجهم مع بعض في ريليشن اخرى. يعني هنا الدي مانجر اس اس ان والدي نيم الاثنين فانكشنالي ديبندنت على الدي نمبر، صح؟ عشان كده هنخرجهم بره في ريليشن جديد، هنجيب الدي نمبر والدي نيم والدي مانجر اس اس ان، ويصبح البرايمري كي هنا في الحاله دي مين؟ هو الدي نمبر، لان المانجر اس اس ان والدي نيم ديبندنت عليه او معتمدين على قيمته هو. وبقيه الاتريبيوتس اللي ما عندهاش مشكله بتنزل زي ما هي في ريليشن اخرى. تمام؟ لو حبينا نعمل مثال نوضح فيه الكلام ده، انا مثلا عندي ريليشن اهي فيها اتريبيوت اسمه A واتريبيوت اسمه B واتريبيوت اسمه C ودي. البرايمري كي هو الA، وعندي فانكشن ديبندنسي بتربط الA دوت بالB والC والدي، اقول دي اف دي 1 مثلا. وعندي فانكشن ديبندنسي تاني بتربط بين السي والدي. هل الريليشن اللي قدامنا دي اللي اسمها مثلا وليكن ار 1، هل دي في الثيرد نمبر 4 ولا لا؟ الاجابه لا. ليه لا؟ لان فيها ترانستيف ديبندنسي، هنا في نون كي اتريبيوت اللي هو الدي ديبندنت على نون كي اتريبيوت اللي هو السي. طيب هتحل المشكله دي ازاي؟ بمنتهى البساطه هاخد اللي فيه بينهم ومن بعض فانكشن ديبندنسي دول اهم في ريليشن لوحده، فاقول والله انا هطلع الدي مع السي ويصبح البرايمري كي بتاع الريليشن دي هو مين؟ السي، لان الدي ديبندنت عليه. اقول دي مثلا ار 1. بقيه الاتريبيوتس اللي ما عندهاش مشكله اللي هي الاي والبي والسي فينزلوا مع بعض في نفس في ريليشن اخرى. فيبقى دلوقتي عندي ريليشن اخرى فيها الاي والبي والسي، واقول دي مثلا ار 2. اذا دلوقتي ار 1 وار 2 اقدر اقول ان هم في الثيرد هم الفورم. ليه؟ لان انا خلصتهم من المشكله بتاعه الترانستيف ديبندنسي. تمام؟ بعد ما اتعرفنا على الثيرد نورمال فورم، خلينا نتعرف على البويس كود نورمال فورم. في الحقيقه البويس كود نورمال فورم هي فيرجن اخر من الثيرد نورمال فورم، لكن بشروط اكثر صرامه من الثيرد نورمال فورم. اذا لو انا قلت ان الريليشن بتاعتي في البويس كود نورمال فورم، ده ضمنيا يعني ان الريليشن بتاعتي ايضا في الثيرد نورمال فورم. لكن العكس غير صحيح. بمعنى لو انا قلت ان الريليشن بتاعتي في الثيرد نورمال فورم، ده لا يعني ابدا ان هي في البويس كود نورمال فورم. تمام؟ يعني انا لو ماشي بالترتيب هعمل الفيرست نورمال فورم، ثم السكند نورمال فورم، ثم الثيرد نورمال فورم، ثم البويس كود نورمال فورم. طيب خلينا نتعرف على التعريف العلمي للبويس كود نورمال فورم. بيقول a relation schema R is in بويس كود نورمال فورم if whenever an FD زي مثلا ال X functionally determines ال A holds in R then X is a super key of R. يعني ايه الكلام ده؟ الكلام ده معناه اني اقدر اقول ان الريليشن بتاعتي في البويس كود نورمال فورم لو كان في مثلا فانكشن ديبندنسي كده زي دي، ان الاكس فانكشن ديترمنز الاي، يبقى لازم الاكس ده يكون هو السوبر كي بتاع الريليشن، او هو البرايمري كي بتاع الريليشن، او هو الكانديديت كي بتاع الريليشن. تمام؟ يبقى البويس كود نورمال فورم لا تسمح ابدا
ان يكون في ديترمينانت غير السوبر كي. طيب الحاجة التانية وده اللي بيفرق بقى فعليا البويس كود نورمال فورم عن الثيرد نورمال فورم، ان حتى لو الاي ده اللي هو الاتريبيوت اللي اسمه ايه كان برايم اتريبيوت، هو ده اللي بيفرق البويس كود نورمال فورم عن الثيرد نورمال فورم. في الثيرد نورمال فورم كان لو الاي دوت كان برايم اتريبيوت، اولا برايم اتريبيوت لو تذكر اللي هي معناها ايه، معناها ان هو جزء من الكي بتاع الريليشن، اللي يكون الاتريبيوت ده جزء من الكي بتاع الريليشن فده بيسمى برايم اتريبيوت. فهنا بنقول ايه، كنا في الثيرد نورمال فورم لو في فانكشن ديبندنسي زي دي والاكس ده مش هو السوبر كي او هو البرايمري كي بتاع الريليشن لكن الاي دوت كان برايم اتريبيوت كنا ممكن نسمح بيها. بص كده في الرسمه دي، شوف هنا الميجر ده برايم اتريبيوت ديبندنت على مين، على الادفايزر. طب الادفايزر ده ايه وضعه، الادفايزر ده وضعه ان ده نون برايم اتريبيوت او اقدر اقول ان هو نون كي اتريبيوت، لكن الريليشن دي في الثيرد نورمال فورم. بالرغم من كده مع ان انت لو تذكر لو كان الميجر ده نون برايم اتريبيوت كنا نقول ايه، كنا نقول ان دي في ترانستيف ديبندنسي هنا وكنا لازم نحذف الترانستيف ديبندنسي دي من الريليشن، لكن الوضع هنا مختلف عشان فقط ان الميجر ده برايم اتريبيوت. ده كان مسموح بيه فين، في الثيرد نورمال فورم. يبقى انا اقدر اقول ان الريليشن اللي قدامي دي في الثيرد نورمال فورم، لكن لو عاوز احطها في البويس كود نورمال فورم الوضع ده لا يصلح. يبقى في البويس كود نورمال فورم حتى لو الاتريبيوت اللي اسمه الميجر ده برايم اتريبيوت لا يصلح ان يكون ديبندنت على غير البرايمري كي بتاع الريليشن، وبالتالي لازم اخلص الريليشن من الفانكشن ديبندنسي اللي بالشكل ده. يبقى الفرق الجوهري دلوقتي بين الثيرد نورمال فورم والفورث، بين الثيرد نورمال فورم والبويس كود نورمال فورم هو ايه، هو ان البويس كود نورمال فورم لا تسمح لاي اتريبيوت انه يكون ديبندنت الا على السوبر كي او البرايمري كي او الكانديديت كي بتاع الريليشن حتى لو الاتريبيوت ده كان برايم اتريبيوت. طيب الحل ايه في المشكله اللي زي دي؟ الحل بمنتهى البساطه، انت عندك الادفايزر ده والميجر بينهم فانكشن ديبندنسي، هتحل زي ما انت حليت قبل كده انك انت تخرجهم بره في ريليشن جديد. طيب الريليشن الجديده دي هيكون مين البرايمري كي بتاعها؟ اكيد يبقى الادفايزر، صح، لان هو الديترمينانت هنا هو اللي من خلاله بنقدر نحصل على قيمه الميجر. طيب الباقي بقيه الاتريبيوت هنعمل فيها ايه؟ هناخد الاس اي دي اللي هو البرايم اتريبيوت اللي موجود مع الادفايزر، لان الادفايزر دلوقتي اصبح ديترمينانت، صح، فمع الادفايزر في ريليشن اخرى والميجر جي بي اي اللي هو ملوش علاقه بحاجه فينزل زي ما هو ويصبح البرايمري كي بتاع الريليشن الاصليه هو الاس اي دي مع مين، الادفايزر. تمام. طيب انا عاوز اوريك مثال تاني. هنا مثلا الريليشن دي الاي بي والسي، الاي والبي هما الكي بتاع الريليشن او هما السوبر كي بتاع الريليشن، السي كاتريبيوت ديبندنت عليهم مفيش مشكله، لكن عندي فانكشن ديبندنسي ثانيه بتقول ان البي وهو برايم اتريبيوت اهو ديبندنت على السي. الوضع ده مسموح بيه فين؟ في الثيرد نورمال فورم، لكنه غير مسموح بيه في البويس كود نورمال فورم. طيب انت عشان تحل مشكله زي دي هتحلها ازاي؟ ها انا اقول لك اهو نحلها ازاي. دلوقتي انا عندي ادي الريليشن اهي، انا هفترض معاك ادي الاي وادي البي وادي السي، البي والاي والبي هما البرايمري كي بتوع الريليشن، وعندك في الفانكشن ديبندنسي دي موجود. انا عشان احل المشكله دي هعمل ايه؟ بمنتهى البساطه في فانكشن ديبندنسي عندي بين السي والبي، صح، بخرجهم في ريليشن جديده، فاقول عندي ريليشن فيها البي والسي. طيب مين اللي هيكون البرايمري كي بتاع الريليشن الجديده دي تفتكر؟ ها السي، لان ده الديترمينانت، صح، فاحط
السي هو البرايمري كي بتاع الريليشن دي. طيب وده هيتعمل في ايه؟ بمنتهى البساطه الاي هينزل زي ما هو كجزء من البرايمري كي ويصبح السي هو الاخر جزء من البرايمري كي بتاع الريليشن، ويصبح ده الشكل بتاع الريليشنز. اقدر اقول في الحاله دي ان الريليشن مثلا ار 1 دي في البويس كود نورمال فورم، والريليشن ار 2 دي برضو في البويس كود نورمال فورم. دلوقتي بعد ما تعرفنا على الثلاث مراحل الرئيسيه في عمليه النورماليزيشن اللي هي الفيرست نورمال فورم والسكند نورمال فورم والثيرد نورمال فورم، وكمان اتعرفنا على البويس كود نورمال فورم، خلينا ناخد مثال نطبق فيه كل اللي اتعلمناه في النورماليزيشن لحد دلوقتي. لكن قبل ما نبدا المثال دوت خليني انا وانت نلقي نظره على هذا الجدول. الجدول ده عباره عن سمري لعمليه النورماليزيشن لحد الثيرد نورمال فورم. فمثلا انا الريليشن بتاعتي عشان تبقى في الفيرست نورمال فورم لازم تكون هاف نو مالتي فاليود اتريبيوتس، ما يكونش فيها مالتي فاليود اتريبيوتس، وكمان ما فيهاش نستد ريليشنز. طيب هنفترض ان الريليشن بتاعتي فيها المشكلتين دول، يبقى الحل ايه؟ قال لك فورم نيو ريليشن فور ايتش مالتي فاليود اتريبيوت اور نستد ريليشن، معناها هتعمل ريليشن جديده لكل مالتي فاليود اتريبيوت او نستد ريليشن. طيب في السكند نورمال فورم فور ريليشنز وير برايمري كي كونتينز مالتيبل اتريبيوتس، يعني في الريليشنز اللي بيبقى البرايمري كي فيها متكون من اكتر من اتريبيوت، المفروض نو نون كي اتريبيوت شود بي فانكشنالي ديبندنت اون ا بارت اوف ذا برايمري كي. معنى الكلام ان المفروض ما ينفعش يكون في نون كي اتريبيوت ديبندنت على بارت من البرايمري كي، لازم يكون ديبندنت على البرايمري كي كله، اللي هي كانت مشكله البارشال ديبندنسي. طيب انا عشان اخلص من البارشال ديبندنسي دي اعمل ايه؟ قال لك ديكومبوز اند سيت اب ا نيو ريليشن فور ايتش بارشال كي ويز اتس ديبندنس اتريبيوت، يعني اعمل ريليشن جديده لكل بارت من البرايمري كي والاتريبيوتس اللي هي ديبندنت عليه. تمام؟ ميك شور تو كيب ا ريليشن وذ ذا اوريجينال برايمري كي اند اني اتريبيوتس ذات ار فولي فانكشنالي ديبندنت اون ات، وطبعا مع الحفاظ على الريليشن الرئيسيه بالبرايمري كي الاساسي بتاعها والاتريبيوتس اللي هي ديبندنت على البرايمري كي كامله. في الثيرد نورمال فورم قال لك الريليشن شودنت هاف ا نون كي اتريبيوت فانكشنالي ديترمند باي انذر نون كي اتريبيوت، اللي هي المشكله اللي قلنا عليها بتاعت ايه؟ الترانستيف ديبندنسي. طيب في الحاله دي لو لقيتها اعمل ايه؟ قال لك ديكومبوز اند سيت اب ا ريليشن ذات انكلودز ذا نون كي اتريبيوتس ذات فانكشنالي ديترمينز اذر نون كي اتريبيوتس، يعني اعمل ريليشن جديده للنون كي اتريبيوت اللي هو في اتريبيوتس ديبندنت عليه وخرجهم بره الريليشن الاصليه. تمام؟ دي تذكره بس بكل اللي احنا قلناه لحد دلوقتي تقريبا. لو نيجي نبص كده على المثال دوت، انا عندي ريليشن وليكن اسمها ار فيها 5 اتريبيوتس، الاتريبيوت A و B هم البرايمري كي بتوع الريليشن او هم السوبر كي بتوع الريليشن، وعندي فانكشن ديبندنسيز موجوده بين الاتريبيوتس اللي في الريليشن دي. طيب السؤال الاولاني، هل الريليشن دي في الفيرست نورمال فورم ولا لا؟ الاجابه يس، هي في الفيرست نورمال فورم. طب ليه؟ عشان ما عنديش مالتي فاليود اتريبيوتس، ما عنديش كومبوزيت اتريبيوتس، ما عنديش نستد ريليشنز. لو كان فرضا قال ان الاي مثلا او الدي دول مالتي فاليود اتريبيوت كنا هنحلها باننا نخرج المالتي فاليود اتريبيوت ده في ريليشن اخرى مع البرايمري كي بتاع الريليشن الرئيسي، لكن ده الوضع مش موجود دلوقتي. الموجود دلوقتي ان كل الاتريبيوتس دي سنجل فاليود اتريبيوتس او اتوميك فاليوز، وبالتالي فالريليشن بتاعتي في الفيرست نورمال فورم. طيب هل هي في السكند نورمال فورم ولا لا؟ الاجابه لا. ليه لا؟ لان انا لما عملت التست لقيت ان في بارشال ديبندنس هنا. ازاي؟ لقيت السي والدي ديبندنت على بارت من البرايمري كي، صح؟ يبقى دي في بارشال ديبندنس. ادام في بارشال ديبندنس يبقى ده بيتعارض مع كون الريليشن في السكند نورمال فورم. طيب انت عشان تحل المشكله دي هتعمل ايه؟ هتحاول تتخلص من البارشال ديبندنس الموجوده بانك تخرج البارت من البرايمري كي اللي هو البي مع الاتريبيوتس اللي ديبندنت عليه اللي هي السي والدي،
يبقى انا لو احل المشكله دي عشان اخلص نفسي من البارشل ديبندنسي هعمل كده، هقول انا عندي في ريليشن جديده هتحصل بين البي والسي والدي. طبعا من الواضح او من الفانكشن ديبندنسي الديترمينانت هنا بتاعنا اللي هو مين؟ اللي هو البي، فيبقى هو البرايمري كي. انا هقول دي مثلا ار 2. طيب وبقيه الاتريبيوتس هكمل فيها ايه؟ هتنزل زي ما هي لان ما عندهاش مشكله، فانا هاخد بقيه الاتريبيوتس بتاعتي اللي هي مين؟ الاي والبي، دول زي ما هم البرايمري كي ما حصلش فيهم تغيير، والسي هينزل زي ما هو ما عندوش مشكله، الدي دوت هو اللي خرجناه اسف احنا خرجنا السي والدي بره، يبقى اذا السي مش موجود، لكن الاي هو اللي هينزل مكانه بدون اي تغيير. يبقى انا عندي الاي والبي والاي في ريليشن والبي والسي والدي في ريليشن، هقول دي مثلا ار 1. يبقى اذا في الحاله دي دلوقتي ار 1 دي في السكند نورمال فورم، وار 2 برضو في السكند نورمال فورم. طيب يستحسن بقى لما اجي احل مساله زي دي لو في اي فانكشن ديبندنسيز موجوده انزلها مع الاتريبيوتس بتاعتها. يعني هنا مثلا في فانكشن ديبندنسي موجوده بين السي والدي، فاجي هنا في الريليشن الجديد اللي انا كونتها اقول او اوضح ان في فانكشن ديبندنسي هنا بين السي والدي. تمام؟ في هنا فانكشن ديبندنسي بين الاي والاي، اوضح ان في فانكشن ديبندنسي هنا بين الاي والبي اهي. ماشي؟ عشان اما اجي احل يبقى انا ما تهتش من المساله. طيب اكمل الاقي السؤال بقى اللي بعد كده، هل هي في الثيرد نورمال فورم ولا لا؟ اما اجي تيست طبعا دلوقتي انا خلي بالكم بقى انا اتنقلت من الريليشن دي بقى اصبح عندي تو ريليشن. فتست الريليشن رقم واحد، هل الريليشن رقم واحد في الثيرد نورمال فورم ولا لا؟ الاجابه نعم. ليه؟ لان مفيش ترانستيف ديبندنسي واضحه، مفيش نان كي اتريبيوت ديبندنت على نان كي اتريبيوت. طيب ار 2 ار 2 هنا في ترانستيف ديبندنسي، ليه؟ لان في نان كي اتريبيوت اللي هو الدي ديبندنت على السي، والسي برضه نان كي اتريبيوت. طيب الترانستيف ديبندنسي هحلها ازاي؟ هحلها كده، يبقى انا دلوقتي هحل كده، هقول بقى السي والدي اللي في بينهم فانكشن ديبندنسي دول هخرجهم في ريليشن بره. طيب مين البرايمري كي يصبح بتاع الريليشن الجديده؟ اكيد هو الايه؟ السي، لان ده الديترمينانت بتاعه. طيب ثم بقيه الريليشن تنزل زي ما هي، اللي هي مين بقيه الريليشن بقى؟ برافو عليك، اللي هي البي. ها؟ مع السي. انا هرفع لك اي فوق لو مش شايف. خلاص هنا مش هنحتاج الريليشن الاصليه دي. فانا هشتغل على البي. ها؟ يبقى هي البرايمري كي بتاعت باقي الريليشن. واضح كده يا جماعه؟ طيب يبقى دي لو انا قلت مثلا هفترض ان دي ار 3 ودي ار 4. طيب بقيه الريليشنز هتنزل زي ما هي اللي ما حصلش فيها تغيير، خلاص يبقى انا عندي ار 1 ار 1 دي دلوقتي فيها مين؟ فيها الاي والبي ها والاي، وفي عندي فانكشن ديبندنسي ما انساهاش اللي هي بين الاي والبي. طيب السؤال كده ار 3 وانا مغمض اقدر اقول ان دي في الثيرد نمبر 4، وار 4 برضه في الثيرد نمبر 4، وار 1 برضه في الثيرد نورمال فورم. طيب السؤال اللي بعد كده، هل الريليشنز دي في البويس كود نورمال فورم ولا لا؟ طيب اول البويس كود نورمال فورم زي الثيرد نورمال فورم بالظبط، لكن زي ما اتفقنا ايه؟ ما بتسمحش بحاله زي دي. الحاله دي اللي هي ايه؟ ان في برايم اتريبيوت اهو ديبندنت على ايه؟ على نان كي اتريبيوت. خلي بالك اصلا البويس كود نورمال فورم لو تذكر احنا قلنا عليها عباره عن ايه؟ معناها ما ينفعش يكون في اتريبيوت ديبندنت اون اي كي غير السوبر كي بتاعنا. صح كده؟ ما بالك بقى دلوقتي البي دوت ده برايم اتريبيوت،
وهو ديبندنت على الاي، والاي دوت ماله؟ ده لا هو الكي ولا حتى بارت من الكي. يبقى هنا دي فيها مشكله لو انا عاوز احطها في البويس كود نورمال فورم. طيب هتحل المشكله دي ازاي؟ زي ما قلنا هاخد الاي مع البي اللي فيه بينهم فانكشن ديبندنسي، فاقول ادي الاي مع البي. مين البرايمري كي بتاع الريليشن دي؟ هيكون هو الايه؟ الاي. برافو عليك، يبقى الاي هو البرايمري كي بتاع الريليشن دي. ثم اخد الاي مع الاي في ريليشن لوحده، هاخد الاي مع الاي. ويصبحوا هما الاثنين البرايمري كي بتاع الريليشن. يبقى انا مثلا هفترض ان دي ار 4 وافترض ان دي ار 5. يبقى ار 4 دلوقتي في البويس كود نورمال فورم ما فيهاش مشكله، وار 5 دي برضو فين؟ في البويس كود نورمال فورم ما فيهاش مشكله. خلاص واضحه دي يا شباب؟ تمام. طيب خلينا ناخد مثال كمان عشان يبقى اكدنا على كل المفاهيم اللي اتعلمناها في النورماليزيشن لحد دلوقتي. انا عندي الريليشن اللي قدامي دي مطلوب مني ان انا اخليها في الثيرد نورمال فورم. اولا الريليشن زي ما هو واضح ان البرايمري كي بتاعها عباره عن الستودنت اي دي والكورس اي دي، معناها اللي هو بيتكون من تو اتريبيوتس. طيب اول سؤال، هل الريليشن دي في الفيرست نورمال فورم ولا لا؟ الاجابه يس، هي في الفيرست نورمال فورم. طب ليه؟ لان مفيش واضح عندي ان في اتريبيوت، لا في عندي مالتي فالود اتريبيوت ولا في عندي نستد ريليشنز ولا ريبيتنج جروبس. يبقى اذا هي في الفيرست نورمال فورم. طيب هل هي في السكند نورمال فورم ولا لا؟ اما جيت عملت التست كده اتضح لي ان لا مش في السكند نورمال فورم. ليه؟ عشان في بارشال ديبندنسي. برافو عليك، الاتريبيوتس الثلاثه دول اللي هو الميجر والادرس والستودنت نيم، الثلاثه دول ديبندنت على الستودنت اي دي، والستودنت اي دي هو ايه؟ بارت من او جزء من البرايمري كي بتاع الريليشن. يبقى اذا هنا في بارشال ديبندنسي بين الثلاثه اتريبيوت دول والستودنت اي دي. كمان اتكررت البارشال ديبندنسي هنا بين الانستراكتور لوكيشن والانستراكتور نيم والكورس تايتل مع الكورس اي دي، الثلاثه دول ديبندنت على الكورس اي دي، والكورس اي دي هو بارت من البرايمري كي او جزء من البرايمري كي بتاع الريليشن. يبقى اذا كمان هنا في بارشال ديبندنسي. وهنا اتفقنا ان انا عشان اخلص الريليشن بتاعتي او 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 اقول ان هي في السكند نورمال فورم لازم تكون بتخلو من البارشال ديبندنسي. طيب هتحلها ازاي؟ زي ما انت متعود. هتطلع الستودنت اي دي مع الستودنت نيم والكامبوس ادرس والميجور في ريليشن لوحدها، فهعمل كده. هقول ادي الريليشن الاولى، هطلع فيها الستودنت اي دي، انا هختصر بس الاتريبيوتس، هخلي ستودنت اي دي، الستودنت نيم، كمان الادرس والميجور. طيب الريليشن الجديده دي مين هيبقى البرايمري كي بتاعها؟ برافو عليك، طبعا هيبقى الستودنت اي دي، لان الاتريبيوتس الثلاثه دول ديبندنت عليه، صح؟ فهيبقى الستودنت اي دي هو هيبقى البرايمري كي بتاع الريليشن الجديده دي. ودي مثلا ممكن اسميها ار 1. نفس الكلام هكرره مع البارشال ديبندنسي الثانيه دي، صح؟ فانا هخرج في ريليشن اخرى جديده اهو، هطلع الكورس اي دي مع التايتل مع الانستراكتور نيم مع الانستراكتور لوكيشن. فانا هطلع اهو الكورس اي دي مع الانستراكتور نيم انا هختصر بس الاسامي مع اللوكيشن. لوكيشن بس، مفيش حاجة تانية يعني، ده ملوش لازمة عندي خلاص. الكورس تايتل نسيت احط الكورس تايتل، انا اسف، هزود الكورس تايتل هنا، نسيته.
تمام. وبعدين البرايمري كي برضه هيبقى بتاع الريليشن الجديده دي هو مين؟ هو برافو عليك هو الكورسو اي دي، لان الاتريبيوتس الثلاثه ديبندنت عليه. واقول دي ار2. طيب بقيه الاتريبيوتس هتنزل عادي مع الفول برايمري كي بتاع الريليشن صح؟ اللي هو زي مين بقى؟ زي ايه؟ الجريد هينزل مع الكورس اي دي مع الستودنت اي دي في ريليشن لوحدهم، هيبقى الوضع كده. اهو احط الستودنت اي دي والكورس اي دي مع الجريد اللي هو ديبندنت على الفول برايمري كي بتاع الريليشن. وطبعا هنا البرايمري كي زي ما هو الستودنت دي، اقول دي مثلا ار 3. يبقى اذا بعد الخطوه اللي انا عملتها دي انا كده خليت ار 1 دي في السكند نورمال فورم، ار 2 دلوقتي برضو في السكند نورمال فورم، وار 3 برضو دلوقتي في السكند نورمال فورم. طب ليه هما في سكند نورمال فورم؟ برافو عليك، الاجابه عندك بقى، مع لان هما ما فيهمش ايه؟ بارشال ديبندنس. طيب ما تنساش ان كان في ريليشن هنا، قصدي كان في ديبندنس هنا بين الانستراكتور نيم والانستراكتور لوكيشن، فهنزلها زي ما كان. ادي الانستراكتور نيم، الانستراكتور لوكيشن كان في بينهم هنا فانكشن ديبندنسي، فهنزلها زي ما كان. تمام؟ طيب هل بعد كده السؤال بقى اللي بعد كده، هل دي في الثيرد نورمال فورم ولا لا؟ الاجابه لا. ليه لا؟ لان انا عندي هنا في ريليشن رقم 2 في ترانزيتيف ديبندنسي. ليه في ترانزيتيف ديبندنسي؟ لان الانستراكتور لوكيشن اللي هو نون كي اتريبيوت او نون برايم اتريبيوت ديبندنت على الانستراكتور نيم اللي هو نون كي اتريبيوت او نون برايم اتريبيوت. ففي الحاله دي انا موجود عندي ترانزيتيف ديبندنسي، ولما يكون عندي ترانزيتيف ديبندنسي انت عارف معناها ان انا كده لسه ما بقتش في الثيرد نورمال فورم. فعشان ابقى في الثيرد نورمال فورم هعمل ايه؟ هخلص ريليشن 2 دي من الترانزيتيف ديبندنسي. طيب بنخلصها ازاي من الترانزيتيف ديبندنسي؟ معروفه بقى، يعني انا ار 2 دي هعمل عليها الشغل دلوقتي، فهطلع الانستراكتور نيم مع الانستراكتور لوكيشن في ريليشن لوحدهم، فاقول ادي الانستراكتور نيم وادي الانستراكتور لوكيشن، هيطلعوا في ريليشن لوحدهم صح. مين البرايمري كي بتاع الريليشن الجديده؟ اكيد هو الانستراكتور نيم صح، لان ده الديترمينانت بتاعنا. و ممكن اسمي دي ار 2 داش مثلا، او ممكن اديها اسم جديد خلاص اقول ار 4. خلاص واضح كده؟ طيب ار 2 بقيه الاتريبيوتس بتنزل زي ما هي، اللي هي كانت ايه بقى بقيه الاتريبيوتس؟ اللي هي الكورسو اي دي واللي هو البرايمري كي بتاع الريليشن، والانستراكتور نيم هينزل زي ما هو برضو ده. يبقى انا هنزلت الكورسو اي دي ونزلت الانستراكتور نيم والكورس تايتل اللي احنا كنا غلطنا فيه المره اللي فاتت. واضح يا شباب؟ بس كده. واقول دي مثلا دلوقتي بقت ار 2 داش او ار 5 زي ما هتسمى. يبقى اذا انا كنت داخل بريليشن واحده اللي هي الريليشن دي، وبعد ما عملت النورماليزيشن وصلت لكام ريليشن دلوقتي؟ ادي 1 ادي 2 ادي 3 ادي 4. انا كده متاكد ان دي في الثيرد، وكمان دي في الثيرد نورمال فورم، لان خالد خلاص من الترانزيتيف ديبندنسي. طيب ما هو نفس الكلام برضه، ار 1 ما فيهاش ترانزيتيف ديبندنسي، يبقى هي في السكند وفي الثيرد، مفيش مشكله. طب ما هي دي برضه ما فيهاش ترانزيتيف ديبندنسي، السكند نورمال فورم اللي هي ار 2 ما فيهاش ترانزيتيف ديبندنسي هنا عندك صح؟ طيب ايه المشكله؟ ادام ما فيهاش ترانزيتيف ديبندنسي يبقى برضه في الثيرد نورمال فورم. طيب دي دلوقتي ما فيهاش ترانزيتيف ديبندنسي يبقى برضه في الثيرد نورمال فورم، وهكذا. ماشي؟ فاللي اقصده مش معنى اكون واحده في السكند نورمال فورم يبقى وانا ما عملتش عليها شغل او مشلتش منها ترانزيتيف ديبندنسي يبقى ما بقتش في الثيرد، لا،
هي ممكن تكون في الثيرد نمبر فورم اصلا من قبل ما اعمل اي شغل عليها، لو هي تخلو من الترانزيتيف ديبندنسي وتخلو من البارشال ديبندنسي وتخلو من المالتي فاليود اتريبيوتس، يبقى هي تبقى فين في الثيرد نمبر فورم من اول مره. لكن لو ما كانتش لاول مره ادينا شفنا العمليات اللي بنمر بيها عشان نوصلها في الاخر للايه للثيرد نورمال فورم.